قبل أعوام امتلكت الجزائر مدرعة بي تي آر 80 روسية الصنع. الروس أنفسهم لم يتوقعوا أن تخرج مدرعة أخرى من هذه المدرعات، لكن الجزائريين فعلوها بتحويل المركبة القتالية ذات العجلات إلى مدرعة رعب بات اسمها مفتتة الدبابات وتحمل نظام كورنيت، أحد أقوى أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات بالعالم، وصواريخ موجهة بمدى 8000 متر تخترق 1300 مليمتر من الدروع، مع أسلحة خاصة لتدمير الطائرات على ارتفاع منخفض والمروحيات والطائرات المسيرة من مختلف الأنواع. وأنت ما رأيك بقدرة الجزائر على تحويل أسلحة عادية لمصدر رعب عسكري؟